تقدموا منطقة النقطة الرابعة، سيطروا على إدارة الأمن والمحور. حتى لو نسيت تشتري دبامة وتشي تخرج تشتريها ممنوع، جلس اليوم الثاني بالنهار وتشتريها. المناطق التي كنا نحررها كانت تنتعش مجرد أن ندخل. حتى استطعنا الوصول إلى جوار القصر. للبيت إيش هذا بيدك ويفتش لك ياس، كأنه إحنا جينا منطقتهم مش هم جاوا منطقتنا. كانت الحياة الاجتماعية ممارسة بشكل طبيعي، تقدر تعبر عن رأيك، تقدر تتكلم، تقدر تجتمع مع الأصدقاء. كانت الأوضاع حلوة وعايشين بأمن وأمان ومحلات مفتوحة وناس عايشين براحة وملتقى حتى لعدة مناطق في المدينة. جيتوا هنا مستشفى النقطة الرابع ويعني حركة متجددة وأصلح وتتصل إلى يمكن آخر الليل للفجر بعض الأحيان. الموقع كان يشكل أهمية كبيرة، حيث أنه كان الفتح لطريق العبور إلى المحافظة وإلى جبهة القصف والتشريفات. كونه أولاً فيه مؤسسة الدولة، البريد والمالية والاتصالات ومكاتب حكومية داخله، كذلك وجود قيادة المحور، إدارة الأمن، البريد. هذه المناطق كلها تعتبر كانت مؤسسات حيوية، وهي كانت يعني القلعة الحصينة لميليشيات الحوثي. الحوثيين عندما دخلوا طبعا أصبحت الأمور كلهم كهرباء وأصبحت مشحونة. من المغرب ممنوع الدخول، ممنوع الخروج. من وين جيت وإيش بيدك؟ وإذا معك صرفة للبيت إيش هذا بيدك؟ ويفتش لك ياس. تحصل بعد العثرة إنك تقضي حاجتك ولا شيء في السوق ولا تخرج لدكان ولا بقالة، كانت تحصل بعض المزايقات لأنه بيحسبوك من العنصر الآخر اللي يضايقه. حتى لو نسيت تشتري دبامة وتشي تخرج تشتريها ممنوع، جلس اليوم الثاني بالنهار وتشتريها. عندما يوصل الوقت للمغرب خلاص ما تقدرش يأخذ حتى عشاءك أو اي شيء، ضروري تشتري قبل. تخرج على طول يمسكك وتحقيق وينك وفين وليش، ممكن يشلك لداخل ويبتزك ويعملك اي حاجه. يعني كانت حصار بكل مكان، حصار بالحركه، حصار بالفكر، بالقول، بالابداء الراي. يعني كان امور مشحونه جدا. كانوا يحذروا انك تطلق ضوء ولا بالنسبه للتلفزيون انك ترفع او انك تحدد قناه معينه تضايقهم، قد يجوا يدقوا عليك الباب. معي كان صديق رفع قناه وكانت بالنسبه لاغاني وغيرها ثوريه، يعني بالنسبه للمقاومين، استفزت الخبر اللي كانوا خارج، دقوا عليها الباب وخرجوه وسنجيم وانتومان، يعني لانه كان يرفع الصوت شويه، وهذه كانت تربك حساسيتهم يعني تقلقهم. كأنه احنا جينا منطقتهم مش هم جاوا منطقتنا. طبعا من الصعوبات التي واجهتنا اثناء الاقتحام في تلك المواقع، اولا الفارق الكبير في التسليح. يعني الحوثي كان يمتلك الحوثي وكان ما زال معه النظام السابق وقواته الحرس الجمهوري، فكانوا يمتلكون القوة الكبيرة في التسليح والعتاد. كذلك كان من الصعوبات التي واجهتنا صعوبة توصيل الغذاء والمونة والسلاح، فكانت تصل إلينا مع شحة السلاح. أذكر بأنه ظللنا فترة طويلة مرابطين هناك نطالب بقطعة واحدة يتيمة بيكا،
ولم تصلنا إلا مؤخرا. كذلك كان العدو متواجد في المناطق المختلفة ويعتلي العمارات ولديه قناصات، فكان من الصعوبة التحرك. كنا نواجه جيش مدرب بتدريب عسكري يعني متميز من حيث المعدات بدبابات، نحن كنا لا نفتقر إلى دبابات، كان أكبر سلاح عندنا لدينا الإربيجي ولا المعدل ولا الآليات، بس هذا اللي كان عندنا اللي نستخدمه. قلة السلاح طبعا كان من المشاكل الرئيسية التي عانينا منها، وقلة الذخيرة، فكنا في أوقات كثيرة نضطر إلى استخدام عدد معين من الطلقات لردع تقدم الحوثة باتجاهنا، لأننا محاصرون تقريبا من 3 اتجاهات وليس لنا منفذ إلا الاتجاه الرابع فقط، وهذا الاتجاه كان القناصة يشكلون خطر علينا. القناصة كانوا منتشرين بشكل عام بقوة، يعني عمارة هال سعيد كانت وكر للقناصة، فكان أي شيء يتحرك يقنص سواء مدني أو عسكري أو مقاوم أو من كان، المهم أنه يقتل مجرد القتل، وكأنهم يحصلون على مقابل، مجرد أن تقتل، مش الهدف من تقتل، المهم أنك تقتل. وأكثر الصعوبة اللي واجهتناها كونه كان في مدنيين، وكان يحتم المدنيين كدروع بشرية داخل المنطقة. أسرنا نزحت، أغلب أفراد الحارة نزحوا، لم يصبح في كل حارة إلا 2-3 يحرسوا على أماكن أو أنه يدخل ويخرج سكتة، أما الأسر أصبحت غير موجودة خالص، أغلبهم نازحين إلى مناطق أخرى. نزحنا بالأسرة لثعبات، كان ثعبات عاد الدنيا أمان، طلعنا الأسرة هناك وإحنا بقينا هنا بالمنطقة بالحارة. خوفاً على ممتلكات، بس سافرنا بالعوائل حقنا، وكان الضرب كثيف بالنسبة لعندنا بالنسبة لتبادل النار، كان مطلق يعني مقلق بالنسبة للعوائل، وحبينا نحن نسافر بمعنى سبب أمان يعني بالنسبة لهم. طبعاً التحرير بدأ أنه الجيش كانوا متواجدين في منطقة المالية والضرائب، منطقين في المناطق الأمامية، دخلوا من سوق الصهيل، بينما حدث برضو كذلك الأخوان المتواجدين في الجمهوري المتواجدين في سائرات القميط، وكانوا كذلك قد سيطروا على عمارة بيت هائل سعيد. شكلنا عدة فرق في الاقتحام تلك الأماكن، في هناك شوارع عديدة تأتي إلى تلك الأماكن، فحاولنا أن ندع لهم مكان للهروب إلا من مكان واحد اللي هو محميلهم اللي هو فيما بعده قواتهم. كانت عدة مجاميع مطوقين المكان على حرف على شكل طوق، وتركنا لهم مجال أن يفروا من أجل لا يستميتوا في مواقعهم، يعني في له مجال أنه يفر من أجل أن لا يستميت ويعيق تقدمنا ويقع هناك أكثر من شهيد. في معارك شرسة حدثت في خطوط التماس الأمامية بالأسلحة الخفيفة، الميليشيات كانت تقذف علينا بكامل قوتها بالدبابة، بمدافع الهاوزر، الهاونات، العيارات الثقيلة 23-14.5. تقدمنا ولحقنا بهم إلى مبنى المحافظة، فريق انقسم من مبنى الإدارة العام إلى مبنى الإطفاء إلى مشروع المياه، طوقنا الحوثي، وفريق تقدم من حوض الأشراف إلى الذين كانوا يرابطون في موقع الأشباط، سوق الأشباط. والأخوة تقدموا منطقة النقطة الرابع، سيطروا على إدارة الأمن والمحور، والأخوة البغية سيطروا على منطقة سوق الصميل، بينما كذلك حدث تقدم في منطقة الأشباط، حدث هناك كذلك معركة، يعني حدث طوق، فتم السيطرة على المنطقة كاملة حتى وصول إلى المحافظة وبازرعة ومناطق هذه الجديدة. ففروا من طريق الكم إلى القصر، وبعدها تبعنا بعدهم لله الحمد، يعني كانوا يفرون، كنا نجري يعني بالشارع نجري مسافة وهم نراهم وهم يفرون. فهذه النتائج أدت إلى بعث
عند الأفراد وعند الشباب الحماسة حتى استطعنا الوصول إلى جوار القصر وأخذ المحافظة وغيره من الأماكن الحكومية داخل المحافظة. فالحمد لله رب العالمين بتوفيقه استطعنا أن نطهر تلك الأماكن الهامة والمواقع وتدمير ترسانتهم التي كانت موجودة فيها في ظرف دقيق وحرق وفي وقت قياسي برغم قلة الإمكانيات التي كنا نعاني منها. يعني تصور أنه آلي يواجه دبابة ولا بازوكا يواجه صواريخ كاتيوشا. يعني إحنا كنا في تبة الإخوة كانوا يضربوا علينا بكل أنواع الأسلحة من القناص للصواريخ الكاتيوشا للدبابات. فكنا نواجههم بسلاح خفيف اللي هو القنابل أو الكلاشنكوف أو الأربيجيسفين اللي هي البازوكا فقط. بعدنا هزمناهم خرجوا من المنطقة باتجاه البريد ما استطاعوا أن يخرجوا من الباب خوفا من ضربنا المباشر. فأنا طلعت أنا وزميل لي اسمه خلدون الصلوي من الطاقة حق الدور الثاني. طبعا عملنا سلم وطلعنا وتمركزنا في الدور الثاني. هم كانوا مقابلنا في مبنى البريد. كان معنا البازوكا والآلي والقنابل. استطعنا أن نصمت ونضربهم ونقهرهم. كانوا هم نحن اثنين في مبنى المالية وهم فوق 30 بمبنى البريد. هاجمناهم لدرجة أنهم ما استطاعوش أن يواجهوا. دخلوا السلم حق الدرج حق البريد يحتموا من ضرباتنا. فبعد ذلك حصلت لي خدعة بصراحة. لبسوا لبس نسوان الحوثيين لبسوا لبس نسوان. كنا في تلك بداية المقاومة لا نعرف أنهم يستخدموا هذه الأساليب إلا فيما بعد. عرفنا بعد ما استخدموها في صبر وفي عدة أماكن أخرى. لبسوا لبس نسوان وخرجوا يصيحوا جهالنا مستسلمين بجاه الله وقف الضرب. جهالنا مستسلمين بجاه الله وقف الضرب. فكنت أضرب لجنبهم وهم ثابتين وصيحوا بنفس الأصوات هذه النسوية أو عندهم نسوان أو ما أدري. المهم أنه أنا وقفت الضرب احتراماً لمكانة المرأة اليمنية. وقفت الضرب وبعدين صيحت عليهم قلت لهم خلاص خلوا عيالك يستسلموا وإحنا بنوقف الضرب. صاحبي كان المرافق معي اللي كنا في الموقع كان في الدرج على أساس خايف لو في أي التفاف من جهة الحوثي علي أنا يحمي ظهري وأنا كنت أضرب وأرجع له. فأنا لما شفت أنه ما راحنش من مكاني هم كانوا يصيحين جهالنا داخل المستسلمين قلت خلاص استسلموا وقفت الضرب. رجعت الشيش كلم صاحبي على أساس أنه يكتفهم لما يخرجوا بينما أنا جلست منتبه له. أنا صيح يعني رجعت مسافة قليل بس بينما شافوا صورتي من الباب القناص الذي كان في مبنى هايل سعيد على طول ضربني جيت لي طلقة قناص متفجر طبعا في الحوض. يلا حصل لي مكان يعني يلا ضرب ولا هم كانوا هذيك الطلقات اللي كانوا يضربوا بها الطلقات القناصة المتفجرة حتى لو جيتك بالبطن تميتك لأنها تدخل وتتفجر داخله تنهي لك الأجهزة حقها. جاءت بالحوض وتفجرت وما زالت الشظايا داخل الحوض. الثمرة الكبرى كانت انهارت معنويات العدو بشكل كبير جدا. كون هذه الأماكن يعني تمثل رمزية وجود الدولة داخل داعش. انتعشت المناطق هذه المناطق التي كنا نحررها كانت تنتعش مجرد أن ندخل فيفتحون المحلات ويفتحون الدكاكين ويرجعون إلى بيوتهم. والمدارس حتى المدارس التي كانت مدمرة كانوا يقيمون فيها التدريس بما أمكن من لأنهم وجدوا نوع من الأمان نوفره لهم. ارتفعت المعنويات لأبطال الجيش والمقاومة وكذلك المدنيين كانوا متواجدين تحت سيطرة المقاومة. يعني كان مستحيل
مستحيل يفكروا انه يعني مجموعه بسيطه من يحملون سلاح الكلاشينكوف ان يقاتلوا 13 لواء ومجموعه كبيره من ميليشيات الحوثي. كان صعب التقدم هذا، حدث لهم انكسار شديد. وكذلك ارتفعت المعنويات، سيطر حررنا المدنيين اللي كانت الميليشيات تستخدمهم كدروع بشريه، يعني فكينا عليهم جزء من الظلم او الظلم كامل اللي كانوا يعيشونه من قبل الميليشيات. المدنيين استفادوا انهم كانوا لا يستطيعون العوده الى منازلهم. كان الحوثي يقول اما ان تفر من منزلك واما ان نقتلك داخل البيت. درجات القناصه كانت مركز المباني فيطردون اهل البيت باكمله. فلما رجعنا وجدنا من التكبيرات من المدنيين، عندما رجعنا وجدنا حاضنه شعبيه قويه للمدنيين، حيث انهم حسوا بالامن، حسوا بالامان الذي وجدوه منا. انفتح لنا امام المقاومين الابطال المربع الامني بالكامل، الحوض وما ولا الحوض للمقاومين، فاستطاعت المقاومه بكل سهوله ان تدهر الحوثيين من تلك الاماكن.